والثقافة والعلوم. جرد التراث الثقافي غير المادي وإعداد الملفات الوطنية وملفات الترشيح للتسجيل لدى اليونسكو موضوع تناولته الورشة التدريبية المنظمة من طرف وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم اليسكو. تعتبر الثقافة إحدى روافد التنمية المستدامة للشعوب، بالإضافة إلى كونها تمثل هوية الأمة والدليل الملموس على غنى وتنوع موروثها الثقافي، كما أنها تمثل مصدرا لمزيد من التطور والرفاه. وتتنزل هذه الورشة اليوم ضمن الدور الكبير الذي يلعبه الكادر البشري في سبيل حفظ وصيانة الموروث الثقافي، كما تساهم في تنشيط وتفعيل الساحة الثقافية، وهو ما تماشى مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تعهداتي، وتنفيذا للسياسة العامة لحكومة الوزير الأول محمد بلال مسعود في المجال الثقافي الذي يشرف قطاع الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان على تنفيذه. وخلال هذه الورشة تم إشراك جميع الفاعلين في المجال الثقافي للنهوض بالتراث المادي الثقافي، وذلك بدعم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. الحقيقة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لديها برنامج مكثف في مجالات الدعم الفني للدول العربية في مجال الجرد وفي مجال التسجيل وفي مجال المرافقة، وأطلقت خطة خمسية لتسجيل الملفات العربية المشتركة. وطبعا الجمهورية الإسلامية الموريتانية تقود الآن ملف التصوف وانضمت إلى ملفات النقش وملفات الحنة وملفات العمارة الطينية، وهي فاعل حقيقة في مجال جرد وتثمين التراث وتسجيله. تدوم الورشة 3 أيام تتخللها ندوات تناقش واقع الثقافة العربية وسبل تطويرها وعصرنتها وتسويقها دوليا باعتبارها أحد روافد التنمية في البلدان العربية.